أعلى للجامعات يوضح ضوابط جديدة تخص تنسيق 2024، وهذه جميع التفاصيل. الطلاب في مرحلة الثانوية العامة يواصلون أداء الامتحانات لعام 2024 ميلاديا، وذلك لنهاية العام والتي سوف تنتهي يوم 20 من يوليو الحالي، وبعدها سوف تبدأ الأعمال التي تخص تنسيق الجامعات بصورة مباشرة، والتي من المقرر أن يتم العمل على تطبيق اختبارات القدرة، وبعد ذلك سيتم العمل على توفير أعمال مراحل التنسيق المختلفة، ويستمر ذلك الأمر لحين الانتهاء من تنسيق الطلاب لمن حصل على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى. تنسيق الجامعات 2024. هناك مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قد حدد مجموعة من النقاط المختلفة التي من يتم العمل عليها من جانب المجلس، والتي تتعلق بعملية تنسيق الجامعات للعام الحالي، والتي تتمثل في الآتي: العمل على المشروع الذي يخص إعادة النظر في عملية توزيع الطلاب على جميع الكليات، والهدف منه تخفيض عدد الطلاب الذين يلتحقون بمجموعة من الكليات النظري، وذلك من الشعبة العلمية لمرحلة الثانوية العامة وما يعادلها. تم توضيح كذلك عملية توزيع الطلاب على البرامج الدراسية والكليات التي يكون سوق العمل بحاجة إليها، فضلا عن ترك ذلك الأمر بصورة استرشادية للجنة العليا التي تخص التنسيق للتوزيع. إلغاء اختبارات القدرة، وذلك لكلية التربية النوعية، حتى تصبح الكليات التي يكون محدد لها الاختبار 5 كليات فقط تتمثل في التربية الفنية، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، إضافة إلى الفنون التطبيقية. الدخول للجامعات 2024. تعتبر هذه النقاط هي أيضا من بين القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات: العمل على تطوير كليات التربية النوعية إضافة إلى تزويدها بمختلف برامج التكنولوجيا وزيادة العدد الخاص بالطلبة الملتحقين بها، الإبقاء كذلك على العدد الخاص بالطلاب الذين قد التحقوا بالكليات التي يكون سوق العمل بحاجة إليها، مع العمل على زيادة نسب بعض منها. نسبة التخفيض سوف تكون بسيطة بشكل كبير فيما يتعلق بطلاب الشعبة الأدبية التي من المقرر التحاقهم بالكليات النظرية. توفير مجموعة من البرامج المختلفة والكليات الجديدة التي كون العمل بحاجة لها إضافة إلى توزيع الطلاب عليها.